الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر بعد الرضا. إلهي بان أمهد علينا إناه إلهي بان مهد أوردان إسكالي قلبتا أورنتي قلب آد إياد أقيم بضن أو aanu ku faraxsanahay inaanu ardayda aan iskuulada Nuruddin ka qalin jabisay sanad dugsiyeedka 2017-18 ardaydi imtixaanada loo yeeriyay maanta natiijooyinkii ugu sareeyayna ka helay iyo dhamaan ardayda iskuulada Nuruddin oo runtii darajooyin fiican ku wada baasay inaanu hambalyeyn إلهي با مهدل قودهان وحنو هم بليين أن أرضي دا سومالي لان أوردن أوفري ستي امتحان دا شهادة قرنك وزارة دا وحبرشة دا إيا ساينسكو أي سنة دول باقا دو غارهان فصلا دا أفراد دوكسيغا سره إيا فصلا دا سيديداد دوكسيغا دحي تيرو صدن كونو أرضي كدو أي أوفري ستي sidaad ka warqabtaan ardayda iskuulada Nuruddin u fariistay ardayda primary-gu waxay ahaayeen tiro marka la isku daro iskuulada branch-yada kala duwan 700 iyo siyaado arday ama 700 iyo dhowr iyo konton arday bay noqonayeen halka dugsiyada sare marka la isku daro iyaguna ay noqonayeen 720 arday كن إيو أفر تا بقول إيه أردي أما كن إيو أفر بقول إيه زياد أما كن إيه شام بقول دو أيا هرون تي كغلين شبيهي دوك سيادة دحي إيه سارة مارك الله يسكو دارو الحمد لله أردي دا سيسي ونأكسن أي إيه وضا باسكار إيهن نتي چوين وعنا ويهلين أردي دا سومال لان امتحانة دا كو قولي ستي إيه والد كو دا إيه معامل ياشو دي معلمين تو دا قو دهان dal koodan runtii aan baliyo weyn baan u direyna gaar ahaan waxaan u direyna ardaydayada oo sidii runtii dadaalkooda iyo tacabkooda aad ka arkayseen natiijada aad u muujiyay ardayda aan idin sheegay dugsiyada sare ee Soomaaliland waxa uu fariistay tira aad u fara badan oo arday ah tirada marka 10 arday ee ugu sareeyay marka wadanka oo dhan la eego runtii ardayga ugu sareeyay جمهورية دا سومالي لان اوردن معال صوص او رنتي غار اي وزارة دو سارتو او انا تيچوين كو دا سي غار اللو حسو اردگ اوگو دا سرهي ودن كوردن و عبد السمد عبد الرساق عويل چامع مركا عبد السمد انو حال کن هرته دا سو چوك سدو عبد الرساق عويل چامع عبد الرساق عويل عبد الله طالق هذا وعبد الباسط عبد الرساق عويل عبد الله ما شاء الله بادر نسان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إلهي اللي يعوربها كدو اللي يعورب الله كدو وما هتسين يا عبد الباسط عبد الرساق عويل عبد الله قال انت لباد الجمهورية الصومالية لان واحد قالي أرضي قال الله يراهضو عبد الرحمن شيخ ياسين إبراهيم عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إن كاهوري يعني دين شيخان ذكور الدلك أوردن وانيكو قامين إيا سقال بقول يتضبط دبعود سيدا ريبوتكا أي وزارة دو حبرشاد وصوص صارتي أوكا أنقعانتا كوها يو إهرتي نكام موغداء أيو رنتي ku guuleystay natiijadaas uu ku guuleystay waxaan leenahay mabruuk allah barakeey aan abdurrahman sheekh yasiin asoo istaaga halkan isaguna insha allah taala abdurrahman sheekh yasiin ibraahim abdurrahman soo istaag alhamdulillah ma sha allah baad igu caawinaysaan insha allah ma sha allah tabaarak allah ma sha allah waad mahadsantay abdurrahman fariiso kaalinta saddexaad ee wadanka oo dhan waxa galay ardayga leedahay Cabdi Qani Maxamed Daawud Jaamac
عبد الغني مسومين سو غاري ولي عبد الغني وصو صعدا وايهي كالنت مركاسي شان مخو هايي شناد كالنت شناد وحا غلي ليبان محمد عبد الدعالي ليبان محمد عبد الدعالي سو استاغ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كالنت اللحاد وحق قلي عبد السلام محمد حسين ميجاك عبد السلام عبد السلام نوح فلي أوارديد ولي عن النسو قارن الله الدوره وها بركيه قال انت التضباد وحق قلي محمد محمود محمد ورسمه محمد محمود محمد ورسمه أرض قاسنا ولي نومو إيمان قال انت سديداد وحكو تشرتا إن انت الله يراهيبو أحمد فوسي عمر هيبو ويتشوك تاسودو هيبو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هيبو ما شاء الله تبارك الله واي وحا كالنتا محو هايي سقالات كتشرتا ارديد الارهضو نمعو محمد بكري شيخ نمعو محمد بكري شيخ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أرديدا الله بركيه الله بركيه إلي عوربا الله كا إلى عليه وحا رنتي آنوم هاد علينا يا أوكالي أرديدا برايمري يدا لبدا هبلود إكا سعودا برايمري نور الدين تري يا نور الدين تو وأسماء عمر حسن عبد الله إيو منى مختار عبد عمر لبدا هبلود كالين بي ودا قالين كالنت اللي حاد أيه وذا قالين إيه دكسية دا دحى إيه سومال لانودن هسود وعذان لبضع هبلود هسود وعذان مبروك بان لين هيا جنا الله يدين بركة يو سود وعذ ما شاء الله تبارك الله ويجوا جان لبضع هبلود بس وماها ما شاء الله تبارك الله وحويان ومنى مختار عبد عمر منى مختار عبد عمر يا أسماء عمر حسن عبد الله أسمي ما تشوكتان فيليا والد كيف تشوك ما شاء الله واي ترى سوى ترى دي عرضي دا ومركة across the country ودن كوردن مركة اللي راه دو تدوا عرضي ويان عرضي دا سوماليان دوكسية دا سارق غالي وكالين تو كوباد يلا باد يصدحاد يشاناد يليحاد يتدواد هدي اسكولة دا برايفت كوغار لوسو ساري اللي اغانا وسيديت كالموت وكوباد لباد صدحات شنات لحات تضبات سديدات سقالات مركز ساسي نقونا يان يلا وضع عردية ابراهيم ريقا ايكالنت اللحات وضع قلي كنتي وقول وين الهي بانا نقوم هاد علينا إنا ما هاد الهي با اسكالا حقا مركز لقا ايقا قودهان سومالي لان اردن عردية ايضا كنتي توتالكا عردية ايضا كنتي وحويان aan ardayda eeda keentay waa 6 iyo marka Soomaaliland oo dhan leego 117 arday ayaa ee keenay wadanka oo dhan 117 ka arday 6 iyo 7 kamida ayaa ardayda Nuruddin ah hadii loo celiyo 100 ama percentage 100kiiba 7 ardayda ee score gareysay ayaa iskoolka Nuruddin ah hadii dhinaca kale laga eego gobolka maroodi jeex oo aa gobolka ugu ardayda badan waxa ee keenay 6 iyo 10 arday ayaa ee keenay 6 iyo 10 ka arday ee gobolka maroodi jeex eeda keenay 6 iyo 7 kamid iyo ardayda Nuruddin hadii xisaab loo celiyo percentage waxay noqonaysaa tabaarakallah boqolkiiba 4 iyo 6 eeda ay score gareeyeen aan gobolka maroodi jeex ardayda markaasii run ahaantii hadii la eego in muxuu hayay eeda ugu sareysa ee la yiraahdo ee starka wax weeyaan iyo eeda blindka wadanka oo dhan waxa keenay 26 arday 26 ka arday keenay 12 arday oo kamidii waa ardayda Nuruddin taaso hadii adana percentage laga dhigo ma sha Allah noqonaysa 100kiiba 6 iyo 4 tan bay noqonaysa marka runtii ma aha oo kaliya kaalmahan ugu sareeyo oo kaliya iyo top 10 oo kaliya ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa waa ardayda
iyo iskoorka ay keeneen waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa waxay soomaalidu yiraahdaan sumal baraar kuma jiro sumal baraar kuma jiro ardaygaaga xariifka waad sii garanaysaa ardaydan waan ku tacabnay waalidkooda iyo macallimiintooda iyo maamulkooda dadaal badan iyo tacab badan iyo waqti badan iyo runtii tacab aan la soo koobi karin baa galay ardaydaasi waxaan u raadinay iskoolashiibo iyo inay tacliin dibadeed helaan oo weliba ay ku tartamayaan aqoon ee aan ahayn wax muquuno qofna loo siinayo waxaan halkan kaga dhawaaqayaa ardaydayada maanta ku guulaystay jamhuuriyadda kaalmihii ugu sarreeyey inay tartanno caalamiyana galeen oo ay u tartameen imtixaano loo gelayey turkiga oo ay u tartameen imtixaano loo gelayey maleeshiya oo scholarships ahaa waxaan sheegayaa ardayga ugu sarreeya Abdirasaaq Cawil Cabdillaahi ah wuxuu ku guulaystay medicine turkiga waxa weeyaan waxbarasho full scholarship dhammaystiran oo uu turkiga u tagayo oo caafimaad ah biidni illaahi tacaala isagoo doktor dalkiisa iyo dadkiisaba alle ku anfacaa ayuu inoo soo noqon doonaa waxaa ku xigay kaalinta labaad jamhuuriyadda soomaaliland ardayga u galay waa cabdiraxmaan sheekh yaasiin ibraahim cabdiraxmaan ardaygaasina wuxuu ku guulaystay full scholarship oo jaamacad markaasi iyo maleeshiya ku taalla jaamacadaha ugu waaweyna waxaanu ku guulaystay chemical engineering ayuu ku guulaystay maashaa allah ma aha inay maanta guulaysteen hore ayay u sii guulaysteen annaga waa inoo kala shirabnaayeen waanuna kala naqaanay ardaydayada kaalinta ardayga la yidhaha cabdisalaan maxamed oo isaguna galay kaalinta wuxuu galay marka waddanka oo dhan la eegayo kaalinta lixaad buu galay ardaygaasina wuxuu ku guulaystay optometry macnaha inuu dhakhtar wuxuu ku guulaystay indhaha ah waa dhakhtarnimo oo weliba takhasuskiisiina xataa loo sii sheegay waddankuna waxa weeyaan maleeshiya ayuu isaguna ku guulaystay liibaan maxamed cabdi isaguna wuxuu ku guulaystay waddanka maleeshiya chemical engineering buu ku guulaystay maasha allah cabdiqani maxamed